إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك في قناة سوق عمر ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، ووضع لايك السلام للحلقة. عليكم متابعي قناة سوق عمر. اليوم سأتحدث عن فوائد النعناع لدى الطيور. كما نعلم أصدقائي أن النعناع نستهلكه نحن البشر، ولكن هل خطر على بال أحدكم أنه مفيد جدا للطيور؟ في هذه الحلقة سنتطرق إلى المنافع التي يمتاز بها النعناع، هذه النبتة العجيبة. النعناع هي نبتة نستطيع أن نغرسها في حديقة منزلنا، وهي متوفرة أيضا في الأسواق. هذه النبتة لها فائدة كبيرة، فالنعناع يقوي جهاز المناعة، مضاد لمرض نزلة البرد، مقوي للكبد، يفتح شهية الطائر، مفيد للجهاز التنفسي ومنشط، يساعد على الهضم وطارد للدود الأمعاء، مهدئ للطيور ويعالج الخوف والفزع، ملين للمعدة ومسهل لخروج البراز، والكثير الكثير من هذه الفوائد. طريقة استعماله كالآتي: نغلي الماء ثم نملأ المشربية، ونضع حوالي من 4 إلى 5 أوراق نعناع في المشربية التي فيها الماء الذي تم غليه، ونقدمها للطائر مدة يوم كامل، وهذا يكون مرة في الأسبوع. وفي الختام عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد، وضغط بلايك لهذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.